مباراة النادي الهلال السوداني أثرت بشكل أو بآخر على الشوط الأول في مباراة النادي الأهلي وبيراميدز؟ والله يا كابتن إسلام طبعا وأنا شايف أول 20 دقيقة من النادي الأهلي لم تكن سيئة، أول 20 دقيقة طبعا إحنا فوجئنا بصراحة، تشتت لعب بأربعة واحد أربعة واحد، أنا فوجئت بصراحة بمركز إسلام عيسى، إحنا كلنا قبل كنا الاستوديو بنتكلم إن إسلام عيسى هيلعب تحت جون أنطوي عشان يعمل عملية الربط، ده كان بيلعب تالت، ده كان بيلعب على الطرف، ده كان أنا خليني أقول لك رقم غريب جدا، إسلام عيسى استلم الكرة في الشوط الأول ست مرات. ست مرات ما جاش، مش موجود بلاي ميكر بتاعك، مش موجود. بالتالي نادي بيراميدز الشوط الاول زيرو هجمات على مرمى محمد الشناوي، مفيش ولا هجمه. النادي الاهلي في بدايه الشوط عمل اللعبه كنا بنتكلم عليها، الكره الثانيه اللي هي اتعملت في ماتش الهلال في الجون الاولاني بتاع حسين الشحات، واللي اتعملت في جون الهلال في السودان، اتعملت مع مين؟ اتعملت مع اجيه، كان في كره ثابته للنادي الاهلي اتلعبت ارتدت، اجي فدى عمل حركه حسين الشحات اللي احنا اتكلمنا عليها، قعد يسحب نفسه واتلعبت، وراح هو حطها بليسنج كده كان حطها حلوه بصراحه، بس كانت ضعيفه شويه، فمهدي سليمان قدر يخرجها. اتعملت الكوره دي مره ثانيه لحسين الشحات في الجبهه الاخرى، بس برده ما فيش تركيز. انا متفق جدا مع كابتن سامح حسني في حته كان في عامل نفسي كده، تحس اللعيبه ملعب دفاع جوي وبيراميدز احنا ذكرياتنا سيئه، يعني مش مباراه الهلال، لا 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 خالص، لا لا الاهلي بدا كويس جدا، الاهلي كان بادئ بشكل جيد، وبرده كابتن حبيب قال نقطه مهمه، مش كل الفرق نفس المستوى، اكيد طبعا نادي بيراميدز فنيا ومهارات فرديه اعلى بكتير من نادي الهلال طبعا، لا مقارنه طبعا. بتتكلم هنا اللعيب بصراحه علي جبر دافع فعلا تقيل، دافع فعلا تقيل جدا، ان هو ياخد كورتين في ماتش واحد في قدام النادي الاهلي بالشكل ده، مدافع مميز، وكمان الكرات الثنائيه كانت مع علي احمد منصور، احمد كان يعني كان متنرفز قوي، وكان ممكن نلعب عليه بشكل ازيد طول ما انت بتشوف ان هو متنرفز، بس النادي الاهلي اول 20 دقيقه لما النادي الاهلي حسيت ان اللعيبه فشلت في ان هي تجيب المرمى، بدات لعيبه نادي بيراميدز تقفل في الدفاع بشكل اكبر، ونقطه مهمه تشاتشات برده ما لعبش بدفاع متقدم قوي، الضغط كان بيبدا من نص الملعب، جون انطوي زيرو هجمات الشوط الاول، ما فيش ليه؟ عشان الشكل الدفاعي كان دي الكوره دي دي طبعا التصدي بتاع محمد الشناوي الاكثر من رائع، محمد الشناوي بصراحه فعلا يعني التصدي ده واحد من اصعب التصديات اللي ممكن اي حارس يعملها، وبالتالي الشوط الاول ربما النادي الاهلي لو كان قدر يجيب هدف في بدايه المباراه كانت الدنيا اتسهلت والعامل النفسي ده اختلف، لكن انا بشوف ان بيراميدز خالص، يعني خليني اديك مثلا برده رقم تاني مهم، نادي بيراميدز الشوط الاول 30 كره طوليه من الدفاع للامام، 30 كره طوليه، الشوط الثاني بقى المجمل 61 كوره، يعني نادي بيراميدز النهارده زي ما كابتن سامح حسني قال كل هجماته من الضربه الركنيه اللي جت والضربه الثابته اللي اتعملت علي جبر، والنادي الاهلي اعتقد ده نجاح لمين؟ نجاح لفايلر، ان انا نادي بيراميدز اللي عنده هذا الكم من اللعيبه اللي بتلعب تمريرات قصيره كويسه ما حدش لعب، ليه؟ نقفلك نص الملعب بتاع اليو ديانج، ده احنا محتاجين له حلقه عشان بس اقول لك ارقامه، اليو ديانج 34% من تمريراته اماميه، ما بيلعبش باك باس، كام بقى؟ الزمات الخلفيه عمل 6 تمريرات من 44 تمريره، عشان كده الناس بتحب اليو ديانج، ربما ما حدش بيركز معاه في الارقام، لكن الرقم هو يعرفك انت بتحبه ليه؟ ليه؟ تمريراته اماميه طوليه كلها طوليه، وكمان كانت بيعمل حركه حلوه قوي، لما بيستلم الكوره بيعمل فنت كده صغير عشان بدل ما يستلم الكوره وشه لمحمد الشناوي يستلم الكوره ويلف هو في ثانيه ويروح للمرمى، زي ما كنا بنتكلم على قفشه، كل دي مهارات بتخليك انت وانت بتتفرج فرحان باللعب ده مطمن. قال لي اتفضل يا كابتن، حاجه ثانيه سيبك طبعا، حته افساد الهجمه طبعا، اول ما عايز يبدا يطلع نعم المرتد بتلاقيه بيفسد الهجمه، بسم الله ما شاء الله في كل يعني بسم الله ما شاء الله يعني فضل. طبعا فهو طبعا ويتكمل طبعا للكابتن ده سامح حسني ان هو قال بيفسد الهجمات، اليو ديانج كسب 20 كوره ثنائيه قدام نادي بيراميدز نص الملعب، فده رقم كبير جدا، بنتكلم للعيب بيلعب كهاف ديفندر، وبالتالي انا بشوف ان النهارده النادي الاهلي اول 20 دقيقه كنت تقدر انت تجيب هدف مبكر كان يكسر لك الجزء النفسي، بس برضه نقطه مهمه برضه نعرفها ان ريني فايلر تغييراته والتوظيف، مش التغيير بس، التغيير بالتوظيف، بمعنى كهربا في الكوره بتاعه الركنيه كان مركزه ايه؟ مهاجم صريح، يبقى انت النهارده حطيت كهربا في المركز المهاجم الصريح وخليت اليو بادجي بيتطرف شويه عشان تستغل سرعه الكهربا ما بين علي جابر وبين احمد ايمن منصور، أيوة. وفعلا الكوره دي بس لو طويله سنه كهربا خد بينالتي خد بينالتي صح، فانا اعتقد ريني فايلر فعلا كان في هدوء مع التعامل، ان احنا اول مره ده اول مباراه للنادي الاهلي في الدوري يتاخر، دي اللي انت بتتكلم عنها يا كريم، دي اللي انت بتتكلم عنها، ودي اعتقد ان الاحراج هي الجون بالظبط، لو عايزنا لو برضه نشرح للساده المشاهدين الازمه حصلت ليه، لو خدت بالكم كابتن ابراهيم نور الدين حسب الكوره دي ضربه مرمى.